Brakash. Brakash. Et ben voilà, c'est à Ouerba, à la station Jahar FM. Ya ahla wa sahla bnais li habou émission Braquage. Nais li stensu bel rendez-vous nta'na kon har had ma 7 l'Asmania. Une émission de vraiment haka d'ambiance, d'exclusivité, de scoop qui m'a donné comme à la petite tsatine. Ana fi blasa bsif sa3a najem tna3mel fiha Braquage. Lzouz chakhsiyat ma najemch kol youm ntqabel ma3am. Hasilou lyoum ta3awnt ma3a dakhiliya wel kharijiya wel ri'asa wel nais li najem نتعاون معاهم الكل باش نجم نعمل براكاج الحمل هميمي وراضيه نصراوي في بالها بيان سور هي قاعده بجنبي في بالها وحمل هميمي قلت له اقرب لي على الاخر على الاخر وراضيه نصراوي في بالها زاده اي في بالها براكيتك انا في بالها راضي انا براكيتك اكثر من براكاج اكثر من براكاج وقلت لها لي ريم راهي اموروز بيا ولا اي في علمها في علمها راضيه ديما في علمها بكل شيء وشنو كان رده الفعل نتاعها راضيه نصراوي قلت لها ريم براكيتني واموروز بيا رادا قلت لي مرابيا انسان تونس الكل يحبوك احنا حبينا اون اديسيون سبيسيال خاطر عيد الحب فوالا دونك حبينا نسمع حمل اللي توحشناه ديجا هنا في الساحل عنده برشا ما جاش بحذانا راهو حمل همام صحيح خاصة الجوهرة فان عامة معناها بالتليفون معناها من بعيد وهذه فرصة معناها في المباشر. ما نزيد قرب سي حمزة. إيه تو نزيد. تو نزيد. السؤالات هذه لكم اللزوز. ساعة أنت سي حما اللي معروف في التنبير اللي يجي الحما الهمامي في ليغونيول الكل يقولوا حما النصراوي تقلقك الحكاية؟ بالعكس ما تقلقنيش بالكل وسبق وأنا الشيء اللي استغربت وأنا أول من حاول هكا يتهجم علي امرأة امرأة والله كان جات من راجل ما يسالش هاو حما النصراوي الناس ما يفهموش وأن المرأة والراجل راهم متساويين كبشر متساويين في الخلق متساويين في الخلق متساويين معناها في الحقوق وبالتالي وقت مش يتجمعوا مع بعضهم مش يكونوا معناها زوج معناها مع بعضهم بعبارة أخرى هذيك الظرف اللي تتجسد فيه المساواة ما بين زوز بشر ما بين معناها زوز أرواح وبالتالي ما هيش علاقة اللي حد مش يسيطر فيها على الآخر لأنه إذا كان علاقة خاصة علاقة زوجية ثم طرف مش يسيطر على الآخر أنا أقول لك شنو هي العيشة هذه وشنو هي المحبة هذه وشنو هو الاحترام في الغالبية دول العالم اليوم إذن بالنسبة للمسألة هذه حما النصراوي الغالبية نتاع دول العالم يخليوا للزوجين إمكانية وأنهم يتلقبوا بلقب الزوجة أو بلقب الزوج أو أكثر من هكا ينجموا يختاروا مع بعضهم نفس اللقب وحاجة أخرى اللي ما يعرفوش تاريخ الحضارة العربية الإسلامية راهو كي ترجع لكتب التاريخ العربية الإسلامية كتب التاريخ العربي الإسلامي راهو ما نشوفوش يقولوا فلانة ويعطوها اللقب نتاع زوجها بالعكس كي ترجع خديجه بنت خويلد زوجة فهمتي منها الرسول موافقه مدام مراد يعني الكلام قالوا والله موافقه والحقيقه نعتقد اللي سي حمل همامي اعطى الدليل اللي هو يطبق النظريات اللي قاعد يعمل عليها في خطب يحكي على المساواه يحكي على حقوق المراه وقت اللي امراه في بالها هي باش تسبه كي تقول حما النصراوي لكن هو بين لها اللي هو متشرف باللقب نتاع النصراوي واللي هو ما عندوش عقد واللي هو يعتبر اللي كيف كيف كان انا نحمل اسمه ولا هو يحمل اسمي مش مشكل مش مشكل احنا في الكويز باش نبداو باخر سؤال اما في قداش من عام تبارك الله توا رولاسيون مع حما الهمامي عالميه قداش تعطي نوت على علاقتك به الزوجيه والعائليه والاسريه والعاطفيه والنضاليه والكل سيغ 100 قداش تحط مدام رانيا 100% حما سي حما 100% وتعرف يلي انا نحكي لك على نادره صارت الحكايه هذه حما النصراوي انا ديما كنت وقت بن علي وقت بقيت نخبي اسمي الحقيقي ماذا بيا ما يعرفوش شكون انا عادوا ثم حد من اداره الامن الوطني جاء الراديو النصراوي وقتها على في قضيه كمحاميه عادي عيط لي سي النصراوي وانا نسلم عليه ونقول لي سي النصراوي سي النصراوي ما نحبوش يعرفني اللي انا حمل همامي زميلتها صبيحه الفوراتي اللي فرد بيرو وهي وياها جاء ذا السيد فهمتي من هذا جاء ما لقاش راضي تعدى البيرو الاستاذ الفوراتي قاعد بحذاه انا دخلت وقال لي اهلا بسي النصراوي قلت له اهلا وسهلا
مشى في بالها الاستاذه الفراتي اللي انا مش نتقلق، لا قلت له ذاك سي الهمامي. طولك الرفلكس نتاع الامني دار اللي قال لي نتحمل الهمامي ودع بالرزاق الهمامي. احنا بكري في لي كيستيون هربتوا بيا لونيستواغ فغي، انا حضرت حاجات فيرتويل. اور انتم عندكم حاجات ريال يضحكوا اكثر من الفيرتويل. الحب بين حمل الهمامي وغازي النسراوي في زمن الارهاب، في زمن بن علي وزمن الحصار. قال لي حمل الهمامي جبنا بنتنا سلسه بالسرقه على بن علي، ومادام راضي تحكي لي كيفاش حبلت وتقول له راهو عندي الغاز، احكي لي الحكايه هذه كيفاش يا صحمه، كيفاش نجمت تحبل معناها راضي النسراوي وتجيب صغير من حمل الهمامي في الحصار هذاك الكل المشدد هذاك. ظهرت تبارك الله عليك سي حمى في التخفي معناها. في الحقيقه هي تبارك الله عليها. لاني انا كنت وقت عايش منها في السريه، وهي كانت رغم كل الحصار اللي كان مضروب عليها 24 ساعه 24 ساعه مكنا باش نشوف بعضنا. وما خبيش عليك احنا نحبوا برشا الصغار، وماذا بينا رانا جبنا اكثر من ثلاثه فنك من صغار. وفي الفتره ذيك راديه كمان كان عمرها 45 ولا 46 سنه، كانت عندنا رغبه كبيره 45 اي، وكان عندنا رغبه كبيره اللي باش نجيبوا صغير ثالث. ف جاتنا البنوته الثالثه وسميناها فهمتي منها ساره، وجات ساره نتاع فهمتي منها ساره نتاع السريه. والناس بطبيعه الحال وقتها راديه ما حبش ظهر، ما فقوا بها كان في الشهر السابع، وما فقوش بها بشكل مباشر. ثم صحافي صديقنا يحكي هو ياها قالها تو احكي لي رسمي شنو هالقصه نتاع الغاز وشنو هالقصه هذه نتاع كرشك عمال فهمتي وتطلع. خاطر هي وقت اللي سالوها تقول لهم فهمتي منها والله راه عندي الغاز وكل ليله. اللي مره محامي قالها الاستاذ عباد الكافي قال الغاز نتاعك هذا طيب قاري. معناها كنت نحاول نخبي كرشي بطبيعه الحال. وقتها المشكله كانت شنو مدام راضيه؟ معناتها انه كيف يفيق بيك بن علي شنو كان يجم يهدد راضي نصراوي؟ والله نجموا يقلقوني اكثر، هو بعدها مقلقيني انا، كانوا ليلا نهارا قدام الدار ورايا ما عنديش بقعه نمشي لها هما مش معايا. ينجموا يزيدوا في العصا، ينجموا يستجوبوني برشا حاجات. معناها انا الحقيقه قررت اني نخليه الصغير هذا. قلت بون نخليه ونحاول نخبي، لكن في نهايه الامر شرقوا يظهر لي فما شكون حكى لي بعد الثوره اللي بن علي غضب ياسر على البوليس. ما كان عندكم مخبأ سري هكا سي حمد؟ انا كنت نتخبي وقتها، انا وقتها نذكر المره ذيك عملت 4 سنين في السريه ما بين 98 معناها 2002. تخبيت برشا في جبنيانه سي حمد ولا لا؟ حسب المعلومات اللي عندي، خاطر عندي تحريات حتى نرى. ننسى ننسى قولك فيا مدام راضي. لا قوية. خشينا. لا 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 ما خبيش عليك، أنا تخبيت في أغلبية المناطق نتاع تونس، لأنه الواحد في السرية ما لازموش يستقر. خاطر تستقر في بقعة. وما نحبش نحكي برشا تفاصيل لا جماعة الإرهاب يستفادوا منها. لكن مش نحكي لك كيفاش. خليني نمشي لل جبنيانة نحبها برشا. النهارية المثال نحكي لك جهة نتاع الكرم، انا سمعت اللي انا مرة نقدت كروبة حماية الثورة من في الكرم، قام واحد سمعت يروجوا في عريضة حمل همامي ما يحبش الكرم، تي الكرم تخبيت فيها انا وما ليها خباوني وعندي حتى شكون من العائلة نسكن غادي. الحقيقة برشا مناطق اللي تخبيت فيها، نجم نقول لك الساحل، نجم نقول لك صفاقس كمناطق، نقول لك تونس القيروان، برشا مناطق اللي عشتها فيها معناها في السرية ونحمل على الاهل نتاعها على اهاليها فكره خارقه من هالعاده. الشعب يحميك وقت اللي يحس بيك صادق، وقت اللي يحس بيك تحبه فانا معناها هو يحميك. خاصه ما نحكيش عن جماعه السياسه، انا ما نتخباش عن جماعه السياسه، انا نتخبى عند مواطنين عاديين. الاستاذه راضيه نصراوي كانت تحكي لي على كيفاش جا حما خطبك مدار وندرا شنو هو. الحقيقه ما اسمهاش خطبه، ما كانتش خطبه، خاطر انا نعتبر اللي معناها ما نمنش بالخطبة، احنا اخترنا بعضنا نعلموا العائلات وهذاك هو، العائلات بكل صفة فرحانين. انا استدعيت 7 اصدقاء رجال مناضلين، وكان من بينهم سي حمى الهمامي. وانت من الاول حطيت على سي حمى معناها اخترت سي حمى. انا استدعيتهم، ووقت اللي بابا جاء عيطت له قلت له يا بابا اجا طلع شكون نسيبك في هذوما الكل. وانت نورمال سي حمى؟ انا وقتها وجهي حمار، ممكن طلعني على خاطر وجهي حمار برشا.
وقتها كي نذكر كيما توا وقتها راديا معانا منجي اللوز صديقنا والمرحوم بالقاسم فهمتي منها النصيري ظهر لي السويسي حسيلو معنا مجموعه هم الكل كانوا معايا في السجن ونعرفوا بعضنا برشا وراديه فهمتي منها تعرفهم كواحد وقتها دخلنا للدار هاي تفدلك عليه وهو ولدها الله يرحمه كان انسان متفتح منها برشا وقرب بنات وصغار وكل شيء كو وقتها وقالت لهم هاي طلع شكون نسيبك امك هذه خزت امي عرفته اللي هو ووافقوا عليه طولة وانت شنو جبت لها مهر جبت لها صياغه وندرا شنو حكايات وخاتم انا الحقيقه جبت لها حريتها جبت لها شيء معنا نمشي فيسع فيسع للكويز بيناتكم وزوزي جابات نحبها سريعة قبل موعد الأخبار راضية نسراوي كان ما كانش حما رجل سياسة شنو ينجم يكون تيرزي على خاطره يتبع الغرزة كوارجي على خاطره يحب يمركي وإلا بيع ورد على خاطره رومانسي والله ما نعرف في هذوما شنو تختار روحك حما أنا في هذا من الكل أنت ضد دي مش ضد أول مرة تحسك مش ضد معنا قالوا لي أنت تلموها معناتها الضيوف المستعصيين تجم تروضهم كان يجي معناتها حمل همامي تجم معاش يولي يسار معنا أما صعيبة شوية علي أنا ضد التعسة وضد البؤس وكاني مع الورد إيش بيه بيع ورد تكون عندي ثانية معناها نتاع ورد بيع ورد أنت قلت ورد ولا حاجة أخرى راهو مدام راضية قالت كوارجي اي يضر لي كوارجي اما زيدها يحسن الطبخ كوردون بلو حما في الطبخ يطيب 15 نوع كوسكسي يطيب شرقي يطيب ما ربحته عادي حتى ما جيب لك شايف العرس ربحته بصراحة يمشي حتى الامريكية اللاتينية يرجع لنا بروسيت مغروم برشا بالطبخ طيب بعد انا باش ناخذ روسيت من عند حمل همامي ونحطها اكسكلوزيف على السيت اوفيسيال نتاع جوهرة اف ام ونقول هذه روسيت حمل همامي في اي اكله باش يختارها هو طيبوها لليله به كان حما يبدل اللوك شنو هي اول حاجه يلزمه يعملها يركب سنين جدد كما الغنوشي بيان اونتوندو يصبغ شعره اكحل ولا ينحي الشلغوم لا نحبه يبقى كما هو الحقيقه ما يبدل شيء راضيه شنو لازم تبدل في اللوك راضيه بالعكس انا ديما نقول لها لازم تبقى كما انت طبيعيه خاطر مع اضافه حاجه واحده ولا ابقي طبيعيه وكنت تبسيمه اللي تعطيها سر كبير سي حما عاشق يا مولاتي كان حما الهمامي يولي رئيس شنو قرار ياخذه أول قرار ياخذه حسب رايك هو لما حال بدأ بالأمن الرئاسي حتى في انتظار الرئاسة معناها بدأ يحضر في روحه بالأمن الرئاسي نوجه لهم تحية حتى تجي الرئاسة والله نتصوره يخدم مصلحة الشعب معناها يحافظ على حقوق النساء خاطره صديق للنساء تولي انت عادة سيدة تونس الأولى مدام راجع والله احنا قاعدين نتصوروا برا سي حما شو تعمل انت؟ اول قرار انا اول قرار ناخذه هو النحك الشهري نتاع الرئيس علشان احنا مع بعضينا والامل والاول مره لوحدينا انا وياك اول مره لوحدينا انت وراضيه مستانسين ديما بعض ايه اول مره نتقابلوا في الحصه دي اللي هي حصة جميلة حصة باهية برشا باهية حصة باهية هذا في بالها نتغزل بيك راه ما مش لا في بالها في بالها تغزل على الهواء زاد قالت لي خلينا نبعد مالا قبل ما نمشي للسيريو نجموا نعتبروا انه قصة الحب الجميلة بين حمل همامي وراضية النصراوي هي النسخة التونسية من نور ومهند وروميو وجولييت وقيس وليلى لا هي قصة تونسية خاطر لا الأخرى أغلبها قصص ماهيش واقعية قصص خيال والحقيقة أنا نعتبر لي في تونس ثم برشا قصص حب جميلة أنا نعرف برشا قصص أنت حب معناها جميلة خاصة في الوسط اللي أنا عشت فيه والوسط اللي أنا قريب منه والوسط اللي أنا خبيت عندهم وبالمناسبة هذه بماني نعرف قصص حب جميلة في الساحل نحب نتوجه للناس اللي نحبهم برشا في الساحل وفي سوسة بالذات ولقيتهم وقت معناها الصعوبات لقيتهم كنت قاعدة حمل همامي على يساري كنت ساعة تاكل باليمين ولا باليسار انت باليمين
باليمين. أيه. الحاجه الوحيده اللي تعملها باليمين هي الماكله. اما وقت اللي حمه وراضيه قعدوا بحث بعضهم الكونيكسيون بالوقت رجعت طلعت هكا ولا صحيح صحيح. قالت لي استرجعت راجلي مدام راضي. هي كنت انت قاعده في الوسط فرقتنا على بعضنا. قلت لك انت ما تعرفش الاستراتيجيات هذا حب لها جديد او جديده باش نولي انا سيد تونس الاولى في ذولي في اخر الحلقه. احنا انتيكا شويه انتم جدد خير. مدى احترام سيد مهدي جمعه رئيس الحكومه جديد وماشيين على خريطه الطريق قال انه فيما يخص مراجعه التعيينات بدا معناتها حاليا مازالوا زوز حاجات اللي اتفقنا عليهم اللي هي حل رابطه الثوره وتحييد المساجد. هو راهو لا بالنسبه للتعيينات الحقيقه مازال ما بداش راهو مازال الى حد الان مازال ما بداش مازالت اخبار وبرا والحال انا والملف نتاع التعيينات ملف خطير برشا في علاقه منها بالانتخابات التعيينات في المستوى الولايات مستوى المعتمدين مستوى العمد وفي مستويات اخرى كذلك في النيابات منها الخصوصيه. الحكومه حركت النهضه خلقت مناخ ملائم لتطور الارهاب. ما تنساش مثلا الشهيد شكري بالعيد اول من اطلق دعوه الى قتله امام في جرجيس هو والاستاذ احمد نجيب الشابي. احمد نجيب الشابي نتمنى له ان شاء الله معناها ما يمسوا حتى سوء معناها للخطب حتى في داخل مسؤولين من حركه النهضه. الجبهه الشعبيه ما عندهاش برنامج هي تاجر بالجنائز جنازه شكري بالعيد وجنازه محمد الشيخ الحاج محمد الابراهيمي هذا هو مشروع الجبهه الشعبيه. هذه من الانتقادات اللي تتوجه لكم كجبهه شعبيه. هو الكلام هذا جاء على لسان شكون؟ جاء على لسان سي علي العريض في باريس. وانا نعذر سي علي العريض انه يكون مجروح لانها الجبهه الشعبيه لعبت دور اساسي وحاسم في اسقاط من حكومته الى جانب القوى الديمقراطيه. بالتالي بقى هكا تحس عنده جرح في علاقه بالجبهه الشعبيه ويلوج باش يتهجم على الجبهه الشعبيه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه للجبهه الشعبيه ما تجرش بالجنائز انما تطالب بكشف الحقيقه. احنا ما تجروش بالجنائز اما يا سي علي العريض انتم يزي متجارة بالدين لانهم حاولوا باش يتاجروا بالدين ولكن ما تعداتش منها على التوانسه. بالاضافه الى هذا الناس كل يعرفوا وانا بيدي نقول سي علي العريض ربما وقت كان رئيس حكومه ما كانش عنده برشا وقت اما نقول له اطلع على الاقل في الانترنت وتشوف الجبهه الشعبيه المقترحات اللي قدمتها ولا اعتقد انه ثم حركه سياسيه في تونس قدمت مقترحات ملموسه كما قدمتها الجبهه الشعبيه. واكثر من هكا في الايامات القريبه الجايه الجبهه الشعبيه مش تقدم مشروع ميزانيه بديل لمراجعه الميزانيه الخلاص يعني العريض ومشروع الميزانيه هذه باش نبينوا بالملموس كيفاش نجموا نخدموا تونس ونخدموا شعب تونس مع المحافظه على الاستقلال نتاع تونس ومع المحافظه على المقدره الشرائيه منها نتاع التوانسه. اذا الكلام هذا راهي جنائز وغيرها الهدف منه باش تسمش من الجبهه الشعبيه تسكت على المطالبه بكشف من الحقيقه اللي سي علي العريض تعرف منها. وانا نقول سي علي العريض امشي لحاكم التحقيق كمواطن فهمتي منها تونسي باش تعطي معناها الشهاده منها نتاعك وامشي باش تجاوب على عديد الاسئله اللي مربوطه به وقت اللي كان وزير داخليه وبعد حتى وقت اللي ولى رئيس حكومه على دوره في تنامي الارهاب وحتى على دوره كمسؤول دوره السياسي ودوره منها الامني في الاغتيالات منها اللي تمت. هذا اهم من انه يبقى يتهجم على الجبهه الشعبيه. اللي نحب نعرفه منك بالضبط سي حما فيما يخص الاتهامات اللي توجهها ديما لوزاره الداخليه فيما يخص معقل شكري بالعيد، هل انه الاتهامات هذه قائمه على حجج والا هو موقف سياسي فقط؟ لهنا خليني نفرق بين حاجتين. وقت نحكي على وزارة الداخلية نحن نفرق ما بين الأجهزة الأمنية. احنا قلناها ونأكدوها وأن الأجهزة الأمنية التونسية قادرة باش تكون ناجعة وفعالة اللي معروفين حتى عالميا بالنجاعة نتاعهم. لكن المشكلة في وزارة الداخلية هو الإدارة السياسية هو الإشراف السياسي على وزارة الداخلية. احنا مشكلتنا مع الإشراف معناها السياسي الاختراق اللي صار الأمن الموازي اللي هو حقيقة وما هواش فهمتي من خيال التدخلات السياسية في الأمور الأمنية في وزارة الداخلية. وبالتالي نحن الاتهامات اللي موجهة لوزارة الداخلية هي اتهامات ملموسة. نعطيك بالنسبة للحاج محمد الابراهيمي كيفاش وزارة الداخلية يوصلها من المخابرات الأمريكية قبل بأكثر من 10 أيام يوصلها حوالي نص شهر يقول لهم راهو محمد الابراهيمي نائب التأسيسي ورئيس التيار الشعبي راهو سيستهدف راهو سيغتال وما يصير حد شيء. إيه كيفاش تحبنا نحن ما نوجهوش اتهامات لوزارة الداخلية؟ بالنسبة للشهيد شكري بالعيد كيفاش وقت اللي عميد المحامين
توجه برساله لسي علي العريض كوزير الداخليه يقول له راه سي شكري بالعيد يتبعوا فيه اشخاص مشبوهين. يرجع له يقول له لا رانا ثبتنا ما ثم حد شيء، والحال انه من بعد ثبت وانه في الفتره هذيك الشهيد شكري بالعيد داروا مراقبه، جماعه في جرته، الفسبه في جرته، الكرهبه في جرته. اذا طبيعي جدا وان نحن نطرح اسئله كبيره في علاقه بوزاره الداخليه بالاضافه الى مقدمه من وثائق، فالمده منها الفايته حول التقاعس، وعلى الاقل على الاقل النجم نقولوه اللي كونه ثم اخفاق وتقاعس في حمايه وعدم كفاءه في حمايه الامن تاع تونس. اكثر من هيك الجنود والامنيين، وربما ثم بعض اشياء ستكشف انا في المستقبل حول المسائل هذيك. معقول انهم يقولوا ما عاد ما ثم حد شيء في الشعاب بوقتها؟ لا راهي الامور لاباس. حمل همامي في الخطابات نتاعو الكل ما يدافع على الزوالي، يحكي باسم الطبقه الشعبيه الشغيله. انت تشوف روحك من انا طبقه اليوم كحمل همامي؟ تحط روحك في انا طبقه كاليوم كشخص معناها حسب المهام اللي قاعده تقوم بها انت وزوجتك، ترى روحك في انا طبقه؟ انا نشوف روحي مع غالبيه الشعب، مع غالبية الشعب التونسي، لأني الأهداف اللي قاعدين ندافعوا عليها سواء كان في حزب العمال ولا في الجبهة الشعبية هي أهداف تندرج ضمن مشروع وطني ديمقراطي اجتماعي اللي يهم البطال باش يلقى خدمة، يهم الخدام والأجير باش حالته تحسن، يهم الفلاح باش يلقى كيفاش يلقى الأرض وكيفاش يخدم أرضه، تهم الموظف، تهم التاجر، تهم الإعلامي، تهم القاضي، تهم كذلك أصحاب حتى المؤسسات الوطنية اللي يحبوا بلادهم واللي يحبوا يخدموا على بلادهم. انا نرى روحي مع غالبيه المجتمع منها التونسي اللي يحب يتطور، واللي بالمجد بعد الثوره هذه وفي الظروف هذه لازمنا نتوجهوا مع بعضنا باش نبنيوا تونس الجديده هذه. انا نشوف روحي فرد ضمن هالغالبيه نتاع الشعب التونسي هذا اللي نحبوا نبنوا تونس الجديده، تونس اللي حبيناها في الثوره، تونس الديمقراطيه اللي مأسس على الاحترام الحرية والحقوق نتاع التوانسة، تونس اللي عندها اقتصاد وطني اللي بالمجد يلقاو فيها البطال يلقى فيه الخدمة والخدام يلقى فيه الظروف الباهية والجميع يلقى فيه الظروف منها نتاع العمل ونتاع منها الانتاج باش الثروة منها تكثر منها في تونس وتونس تتطور. تونس نتاع المنظومة التربوية الجديدة اللي تقطع مع المنظومة التربوية منها الفاشلة، تونس مع منظومة صحية جديدة. هذايا الكلام اللي قلته هذايا الكل، أنت عندك ليه برنامج معناها، وكان أنت كنت في 3 سنين هذوما في معناتها حكومة في بلاصة حكومة النهضة، كان كنا نجموا نحلوا المشاكل هذية، أو اليوم غدوة إذا كان باش تترشح للرئاسة أو باش تقوم بحملة انتخابية أو باش عندك ريالمون معناها مشاريع برامج لهذا الكل؟ الجبهة الشعبية عندها برامجها، وهذاك علاش أنا أكد. ما تحكيش عليهم سي حمد. لا قاعدين نحكيوا عليهم، قاعدين نكتبوا عليهم، قاعدين نحكيوا عليهم. بطبيعة الحال صحيح وأنه في الإعلام ما ثماش الفرص الكافية باش نحكيوا عليهم، لأن الفترات السابقة الكل صار التركيز على فترة الحوار الوطني وخارطة الطريق، ولكن عن البرامج هذه. ولكن نحب نقول حاجة، وأنه راهو بالنسبة للتوانسة حكومة النهضة وحكومة ترويكا راهي فشلت مش على خاطر ما ثماش حلول، لأن هي غير قادرة على إيجاد الحلول، التوجه نتاعها غير قادر، أما الحلول موجودة والجبهة الشعبية وصلت قدمت حلول ملموسة، وتو تشوفوا في الميزانية اللي مش نقترحوها لبقيت فترة الانتقالية كيفاش تم حلول ملموسة. حركة النهضة وترويكا فشلوا مش على خاطر لا غالب ما ثمش حلول، والا على خاطرهم غير قادرين باش يلقاو الحلول تستحقها تونس ويستحقها الشعب التونسي. وهذاك علاش احنا بيدنا في الجبهه الشعبيه ونقولوا راهي الحكومه اللي فشلت اليوم وترك الفشلت اليوم غدوه الحيده مش ترجع في الانتخابات، راهي ماهيش باش تجيب حقيقه حلول لتونس معناها بعد ما فشلت. اما الجبهه الشعبيه انا متاكد لو كان هي كانت في السلطه ولو كان القوى الديمقراطيه كانوا في السلطه الدستور قبل في 4-5 أشهر. على ذكر الدستور عجبتك النسخة الأخرانية الموجودة في المكتبات؟ بطبيعة الحال إذا كانت قارنها بالنسخة نتاع 1 جوان اللي هو دستور الترويكا وتقارنها بدستور 26 جانفي فكثم اختلاف كبير ياسر ياسر. دستور اللي حضراته الترويكا وحضراته النهضة نتاع 1 جوان كان مش يبني استبداد جديد في تونس، وبينما الدستور نتاع 26 جانفي يعتبر مكسب لتونس كتب بدم الشهداء وكتب بتضحيات أكل مئات الألاف اللي هبطوا للشارع إنسى وأعلاميين وشباب ومثقفين ومبدعين، وكتب كذلك بتضحيات جبهة الأنقاذ اللي وحدت القوى السياسية وحدت القوى المدنية وحدت منها القوى منها الشعبية. هذاك علاش نحن الدستور
باش نحتفلوا به في 1 مارس، باش نعملوا تظاهره كبيره قدام المجلس التاسيسي باش نبرزوا النقاط الايجابيه اللي فيه، وباش كذلك في المستقبل ما يبقاش حبر على ورق، لان المجلس التاسيسي باش يعمل تشريعات ويلزمنا نردوا بالنا لا يعمل تشريعات بالاغلبيه اللي فيه في الوقت الراهن اللي تفرغ الدستور من المحتوى نتاعو. استاذه راضيه نصراوي محاميه، نفس السؤال يعني فيما يخص الدستور، رايك؟ والله نعتبر اللي بشكل عام مرضي، خاصة إذا نعرفوا أنه في البداية انطلقنا من أنها الشريعة تكون مصدر أساسي للتشريع في تونس، وهذا خطير برشا. تتذكر من نظرية التكامل عوضا عن نظرية المساواة بين المرأة والرجل، عديد الأشياء اللي كانت مخترة برشا تجاوزناها، وفي نهاية الأمر الدستور معناها يحتوي على عدة نقاط إيجابية، فما حقوق النساء مضمونة، مكتسباتنا ماهيش باش تتمس، كنا خايفين على المكتسبات، كذلك فيها عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم، وهذا مكسب كبير، معناها كنا قبل كنا الجريمة تسقط بمرور 15 سنة بعد الثورة، ثم فيما بعد بالدستور تولي ما تسقطش بالتقادم بالمرة، وهذا أمر مهم برشا بالنسبة إجمالا تعتبر نسخة باهية، إجمالا مقبول، ولكن احنا علينا باش نواصلوا النضال من أجل أنه القوانين اللي تسن تكون حتى أفضل من الدستور. نتوجه بسؤال الحمل الهمامي، باعتبار أنه حكينا احنا بتفدليك من بكري على الترشح لرئاسة الجمهورية، معناها وحكينا بتفدليك أنه السيدة راضية نصراوي رسيدة تونس الأولى، ريالمون تخمم في الموضوع هذا؟ هو باش تترشح الانتخابات الرئاسيه؟ هو مازال ما تحسمتش على مستوى الجبهه الشعبيه، صحيح ثم اصدقائي ورفاقي في التيار الشعبي في الوطني الديمقراطي الموحد في حركه البعث طرحوا انه ترشيح حمل همام للانتخابات الرئاسيه، طرحوها الشيء هذا، ولكن على مستوى الجبهه مازال ما تحسمتش، لان المده الفائته كان همنا هو قبل كل شيء الساعه الدستور، هو رحيل حكومة سي علي معناها العريض، توا الملف نتاع الانتخابات معناها باش نركزوا عليه، وعن قريب باش نحسموا المسألة هذه اللي همنا نحن في الجبهة الشعبية قبل ما نحكيوا على ترشيح فلان أو فلتان، هو البرنامج اللي باش نعتمدوه معناها في الانتخابات، والمسألة الثانية وحدة القوى الديمقراطية في مواجهة أي استبداد، سواء كان استبداد جديد او استبداد معناها قديم لازمنا معناها نواجهوه. ام مدفع غنائي من عندك انت الراضيه نصراوي؟ انا نحب نهدي اغنيه ليك الراضيه وليك انت وللتوانس الكل اللي هي تغنيها لنا راهو؟ لا ما نعرفش نغني يعني. شنو تظن لها راضيه في اخر؟ لا نظن لها شدوا الهمه. شدوا الهمه نتاع مرسال الخليفه. الهمه قوي يا بحري هيلا 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 هيلا، شدوا الهمة والمستقبل اللي لازم نبقوا متفائلين به، وانا متاكد وانا غنيتك فيها همة وحمة وكل ما عنده فرق وهمامي انا شنو توا انا متفائل برشا، ونقول للتوانسة شدوا الهمة، ايديكم في دين معناها بعضكم، والمستقبل سيكون للحرية، سيكون للمساواة، للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية. شكرا سيد حمل همامي. شكرا ليك، وانا فرحان برشا اللي جيت الجوهرة فمنها افام، وفرحان برشا اللي تقابلنا فهمتنا في المباشر، و فرحان خاطر في هذا الكل راضية في بالها. راضية في بالها، وانت عبرت لي على برشا حب زادة. انا حبيت نقول لي هذا كله بيبليسيتي الحب اللي اي اي خاطر كان جاب الحق راهو تقص البث من بكري، معناها راضية اللي تدافع على المساجين والسجون وحقوق الانسان، راهي معناتها عملت لي ريالمون براكاج، وراهي حلت لي قداش من غرزة في خاطرنا. شوف راهو ما نجموا نبنوا تونس كان بالمواقف الباهية وبالسياسة الباهية وبالاقتصاد الباهي، ولكن زاد بالعلاقات الباهية والطيبة ما بيناتنا، واللي الحب هو مشاعر إنسانية قوية ياسر، ما تكون صافية إلا في مناخ اللي بالمجد فيها شنو هو جست الروسيت اللي باش تعطيها للعباد من بعد عسيد؟
الروسين الروسات مش نعطيها لهم كيفاش يعملوا منها كسكسي جربي اللي هو بنين برشا برشا. اللي اللحم العلوش يتقص طروف صغار مش كبار برشا ويتفور مع الشيف حمل همامي قاعدين نعطيكم في الغوسيت نتاع اليوم كسكسي جربي ويتفور في الكسكاس. إذا كان الكمية بتبقى تحت أربع خمسة من الناس معاها ربطة سلق ربطة سبناخ اشتر ربطة فهمتي من معدنوس راس بصل ثلاثة أربع سنون فهمتي من تاع الثوم مغرفة هريسة مغرفة طماطم ويتخلط يتخلط وزيت ويتخلطوا واللحم يتيب مفور وكل والماء اللي خاطر مش يهبط فيها الزيت ومش يهبط فيها كل البرش حوايج القوية اللي من الخضرة هذيك ومن اللحم هذيك يقع بها مرقان المرق اللي يتيب على جنب وتتحط فيه الخضرة ونجم تحط فيه شوية اللحم. فاضي في رمضان سي حما تجم تجي معنا في جورة تعمل لنا روسيت كل يوم؟ لا 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 نجي معاك نجي حما لا روسيت. احنا عندنا برنامج اسمه شيف لا روسيت واللي حما لا روسيت. اي وكما قالت راضية نعرف نطيب كسي ب 15 طريقة وراو نعرف كسي السواحلية زادة فهمتني. ولكن وقت اللي خذيت مرة كتاب من المغرب الحقيقة أصبت بإحباط. علاش؟ لأن ما بين تونس وما بين الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا نطيبوا الكسي بمئات طريقة ونعرف كم 15 بركة شوية شوية. شكرا لك سيدة راضية نصراوي. أستاذة راضية نصراوي كلمة الختام. والله أنا فرحانة كذلك اللي جيتكم ونتمنى خاصة أن نتجاوزوا هالمرحلة هذه ونوصلوا نقضيوا على هالآفة اللي صابتنا بعد الثورة اللي هي الإرهاب، لأنه آفة خطيرة برشا ويلزمنا الناس الكل نتوحدوا ضدها. والحقيقة ما نقولكمش قديش قلبي دم على الأعوان اللي ماتوا، معناها مغدورين ماتوا مقتولين، والحال أنهم كانوا يحميوا في أمن التوانسة. نحب نزيد كلمة خايف غلط في الروسات ولا لا؟ بغلط في الروسات. للعائلات كذلك نتاع الشباب اللي قاعد يمارس في الإرهاب، راهو ما ياشي وقت يندينوا الإرهاب راهو مش إدانة لهم. احنا نعرفوا الإرهاب يعشش وين ثم فقر وين ثم جهل وين ثم فراغ روحي وفراغ ثقافي، وهذاك علاش نهار اللي نحلوا مشاكلنا ونمشي نحو تحقيق أهداف الثورة نتاعنا رانا نسدوا الباب قدامك الشباب اللي يحب يمشي سوريا باش يموت البرة، وإلا الشباب اللي يولي موجه سلاحه ضد ولاد بلاده وفي نهاية الأمر تلقاه زوالي يقتل في زوالي. ميرسي بوكو فيف ليسبري ديكيب على ستاسيون جوهر اف ام. ميرسي نزل الموفمبيك. نحب نوجه تحيه لصديقي في نزل الموفمبيك لطفي عبد النور، خاطر ديما يدلنا يفرح بينا يعمل لنا تي عالمي وخارق العاده وصنيف وراه كي حمل همامي. والليله الاكله الشعبيه للتوانسه الكل اللي اقترحها السيد حمل همامي اللي هي كسكسي، معناها كسكسي جربي اول مره نسمعوا به. التوانسه الكل تعرف روز جربي وحمل همامي طلع بكسكسي جربي وحده، معناها كيكا جابوا ما نعرفش منين. مدام راضيه لسان الدفاع تكلم السيده راضي نصراوي بالطبيعة. ومش مشكل فوالا فان ديميسيون تاعنا الليلة. السيد طارق هزته الشرطة متاع الرئاسة تحقق معاه خاطر طلع مشكوك فيه وخرجوه من مربع التصوير. شكرا للناس الكل، وكان ما رجعتش راهم هزوني مع حمل همامي فوالا سيبا. وشكرا للأمن الرئاسي اللي الحقيقة أنا اكتشفتهم واللي نحب نقول للتوانسة راهم عمرهم ما يضايقوا وعمرهم ما يفرض عليك حاجة، بالعكس ناس حرفيين ويتأقلموا مع الخدمة متاعي ومع المواعيد منها متاعي لا يهمهم لا ليل لا نهار، ففرصة بس من نشكرهم. Voilà, vive l'esprit d'équipe, à très bientôt. La vidéo est vite, le en route dans le www.jorfm.net. À très bientôt, bye. Braquage.